الذكرى ال 48 للانتصارات حرب اكتوبر المجيده نبسط قصص ابطال شاركوا في هذا النصر العظيم. حيث يقول الحاج رفاعي يوسف انه من مواليد 48 من محافظه الوادي الجديد وقضى 6 سنوات في الجيش منذ حرب الاستنزاف وحتى حرب اكتوبر وهي اصعب وافضل سنوات عمره. نترك له المجال في حكايه القصه. اتفضل يا عم الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم أستاذ الدنيا ومعلم الناس الخير. أهلا بكم ومرحبا. أعيش معكم لحظات وذكريات حرب أكتوبر المجيد الذي عشناه من منذ تجنيدي في القوات المسلحة في 19/11/68. وقد عشت تلك الفترة فترة حرب الاستنزاف وبعدها حرب أكتوبر المجيد الذي من الله فيه علينا بالنصر وعلى مصر وعلى الأمة العربية ليعيد لمصر كرامتها بعد انتكاسة 67. حقيقة لما نعود بالذاكرة لأيام حرب الاستنزاف كانت يعني فترة صعبة على الشباب وعلى جنود مصر لأن كانت إسرائيل بتستغل هذه الفترة ونحن خارجين من الاستنزاف وخارجين من النكسة إلا أن سرعة البناء للقوات المسلحة كانت لها دور كبير في إعادة الثقة والناحية النفسية لجنود مصر البواسل على القناة في تلك الفترة. أنا لما تجندت خدت شهرين تدريب في الإسكندرية ثم رحت للسويس قضيت 6 سنين كلها في منطقة السويس في الجبهة عموما. أصعب الفترات الحقيقة كانت فترة اللي احنا قضيناها على خليج السويس في منطقة اسمها السادات. كنا طبعا بنواجه اعتداءات القوات الإسرائيلية وكان برضه بيبقى الرد قوي من القوات المصرية. السلاح بتاعي سلاح مدفعي مضاد للطائرات فسلاحنا يعني دفاعي أكثر منه هجوم. حصل عندنا اعتداء في العصر طيران سكاي هوك ضربنا في قائد كتيبة الحدود اللي جنب مننا بيتصل بقائد إسرائيل يقول له خسارة كيف الضربة دي؟ قال له مؤاخذة جيركن مرية. وفي يوم من أيام برضه من المواقف هاجمنا الطيران الطيران طبعا كان بيدخل واطي عشان الرادار ما يكشفوش واحنا بنواجه هذا الطيران تم اصابه طائره سكاي هوك اسرائيليه ودي كانت برضو من الحاجات الجميله لينا. احنا كنا سريه يعني 6 مدافع زائد 6 مدافع رشاشات اللي هي فصيله يعني مش قوات مش كتير انما كنا بنواجه دون خوف. والله لم نعرف الخوف على الاطلاق. اخر حاجه كان الانسان يفكر فيها الموت. اذكر يوم المعركه انا بصلي صليت الظهر على جنب المدفع وجاء زبيل جاي مش من عندنا يعني هو اصلا سيوط وقف معنا شويه وبيقول يعني كان طبعا بنشوف القوات بتدخل وبتستعد بشكل يعني جميل جدا لان القوات بتدخل وبعد كده ما بنشوفش حاجه اخفاء وتمويه استعداد كامل لم يحس بيها العدو. احنا نفسنا يعني في لحظات قبل المعركه كنا يعني احنا لسه المعركه قدام. فالراجل اللي وقف معانا ده كان بتشويش متطوع قال المعركة قريبة في يعني بعد في الفترة القريبة اللي احنا فيها
واحنا لسه بنتكلم، وجاء بلاغ عسكري قال لك المدفعيه مقيده على جميع الاتجاهات، الارتفاعات مقيده يعني ما تضربش على اي طيران. كانت الساعه 2 الى 5، حوالي الساعه 2 بصين الطيران كله بيندفع لسينا، وكانت من اجمل لحظات حياتي. اجمل اللحظات. المنظر كان جميل، والطيران كله داخل وبيضرب المواقع الاسرائيليه. كانت يعني فتره من فترات الانسان مش ممكن ينساها ابدا. الحاج نصر حلفي محمد من ابناء محافظه الوادي الجديد، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، شرفتونا، شرفت اذاعه الوادي الجديد. اهلا بحضرتك، نتعرف بحضرتك الحاج نصر. اولا نصر حلفي محمد من ابناء خريطه المحصله مركز الداخله محافظه الوادي الجديد. الفتره اللي حضرتك عديتها في حرب اكتوبر كانت الفتره قد ايه، ومن سنه كام لسنه كام؟ وانا كان لي الشرف ان التحق بالقوات المسلحه في 24/12/64، ثم تصرحت على احتياط من القوات المسلحه في 17/3/74. طب احنا عايزين نعرف من حضرتك يعني اهم الاحداث اللي حضرتك مريت بيها هذه الفتره. الموقف الاول كنت في اليمن، وكنت حكم دار خدمه ليليه، فوجئت بان مرتزقه من اليمنيين هجموا علينا على كوبري، وحصل التحاب بين القوتين، وللاسف تم تدمير 11 جندي مصري على الكوبري. كانت الساعه 4:15 صباحا. ثم دمرنا منهم 14 عسكري وملكي مدني، وحصل اتحاد معركه بين قواتنا المسلحه وبين القوات اليمنيه، مما ادت الى خسائر من عن طريق القوات المسلحه. طبعا وصلت للسيد اللواء اسمه صلاح عبد العزيز رحمه الله، وحصلت معركه فضلت حوالي اكثر من حوالي 6 ساعات لتدمير القرى المجاوره للمنطقه. الموقف الثاني كنا في 73، وكنا متقدمين الى منطقه الطور، ثم وصلنا الى راس سيد. صدرت تعليمات من القياده بركوب الدبابات اثناء كان الساعه 12 بالليل. تقدمنا مجموعه، كنا 14 واحد، تقدمت مجموعه، كنت انا رقيب اول سريه. صدرت التعليمات عن طريق الجهاز، القائد بتاعي ادانا تعليمات بالركوب، وجينا انها دبابات اسرائيليه. حصل اتحاد طبعا تلاحم بين القوتين، فمن اللي ندم الدباب والدمر، ومن اللي طبعا قعد مكث الدباب، فانا كنت من احد الموجودين في الدباب. ثم توجهنا الى راس محمد، وتوجهنا الى منطقه الهيئه اليونسكو، و كنت ضمن الاسرى ضمن الاربعه. الفتره بتاعت ضمن الاسرى دي ايه اللي حصل فيها بالظبط؟ كان في اهانه، وكان في اكل ما فيش محدود، كان باكو بسكوت 24 ساعه، مويه بالاطفال. الحياه كانت يعني ممله، كنا عايشين طبعا في ذل. قعدنا من 24/12 حتى خرج علينا يوم 14/3/74. الفترة دي كنا تحت هيئة الأمم المتحدة. طول الفترة دي وأنتوا أسرى؟ أسرى. الموقف الثالث طبعا يعني اللي هو كان يعني تم الإفراج عنا، وجد الإفراج عنا، وطبعا هيئة البورصة الدولي، الجيش بتاعنا منتظرنا طبعا عشان يستلم من البورصة الدولي. بعتوا لنا عربيات جيش، ركبنا ال 14 7 و7 عربية، وتحركنا من المنطقة اللي احنا كنا فيها متوجهين إلى الوطن من السويس بورتوفيق. من الفرحة ومن الزغاريد ومن السواق انحرف بعربية اللي كانت قدامي، انحرف على الممر اللي احنا ماشيين فيه، انفجرت العربية بلغم،
دمرت السبعة والسواق. فكان طبعا حزن، ده كان يعني كان حزن ما بعد حزن طبعا بعد الفرح. دي كانت يعني كان موقف كان أصعب، يعني كان الإنسان يطلب إنه يعني إنه يعني ما يشوفش الموقف ده، ولكن قدر الله نصيبنا. الموقف الرابع بقى واللي هو يعني فوجئت بالاستشهاد الزميل مصطفى سعيد المدني اللي هو سمي دلوقتي مصطفى مدرس الشهير مصطفى حاليا دلوقتي، كان له طفل سابه عنده 22 يوم، يعني ده شافه هنا ومشي كان عنده 22 يوم. حاليا هو دلوقتي مدرس التربية والتعليم، وطبعا يعني ده كان موقف أصعب من الموقف. الموقف الرابع الخامس والأخير اللي هو طبعا إصابة الزميل يوم 23 قبل ما نتحرك احنا، عبد الحميد ابو زيد عبد الحميد من قريه الهنداوي، كان على مدفع ميم دال وكان جنب مني هو متصل بيا، فسمعت الانفجار فالحقني يا ناصر الحقني يا ناصر. الطقم كان 5 افراد اتدمروا الاربعه وهو رجله طارت ويركو ونساءه طارت، دورت لقيته بينزف فما معيش حاجه. قلعت الفلين اللي عليه وربطت له ويركو ووقفت له البنزين وفضلت اجرجر فيه حوالي 400 متر عشان انقله بعيد عن الموقف بتاع الحرب، والطيران شغال والدبابات شغاله والهاون شغال والهاوزر شغال والمينوتكو شغال علينا، ورغم ذلك الإنسان كان يطلب الشهادة، يعني ده كان كرم لي وكان يعني إعزاز لي إني يعني أنا كنت أطلب الشهادة. فما كانش عندنا ما كانش الإنسان يفكر في ولده ولا في بنته ولا في مرأة ولا في بلده ولا في كده، كان كله فكره استشهد أنت، الإنسان هيصيب أو استشهد أنت. فطبعا بعد ما قلته أنا ما أعرفش راح فين، يعني حصل موقف طبعا صغرها وتوقفت الإسرائيل دخلت الضفة الغربية، ما طبعا انقطعت عن السبل كلها ما نعرفش ايه اللي حصل. طبعا وتوكلت على الله ان طبعا حصل اللي حصل معايا بالنسبة للأسرة، وجيت بعد ما رجعت يعني بشهر 3 قلت اسأل عليه له قرايب في مصر، فقلت اسأل عليه فرويت والدته هناك تقول لي عبد الحميد موجود. قلت له بقال ازاي؟ انا فاكره ايه؟ استشهد. قلت له بقال ازاي يا حاج؟ كان لما انا بقلب فيه لقيت معايا 15 جنيه ولقيت معايا الساعه، اخذتهم معايا قلت يعني لازم ياخذوهم خدهم معايا انا بعد موت خلاص وان ربنا كرمني رجعت معاهم جبتهم معايا يعني. فقلت له يا حاج بقال قال لي ده ما ماتش ده ودوه اسبانيا وهيعملوا له طرف جهاز. طب الحاج ده كويس والحمد لله. خد الامانه دي وبتاع واديته الامانه اديته الامانه 73 سلعوني 6 مرات اخر مره طلعت من هنا 24/9. فكان لي زملاء ولي اصدقاء وزقاط وكده بقول له ايه الحكايه؟ قالوا المره دي من منظرها كده يعني يوحى ان في حاجه يعني ليه؟ قالوا ما يعني العمليه غامضه وما طيب يعني قالوا ده في تدريب على القناه الضفه الغربيه والفريق راح يمر قائد الفرقه وقائد اللواء ولازم الناس تلبس كويس وتشيك كويس، والكلام ده كان قبل الحرب ب 24 سنه. جهز القوارب تدريب على القوارب، جهز المعدات، البس كويس، سلاحك نظف سلاحك وذخيرتك، الكلام ده كله شد كله زي ما تقول يعني حاجه شبه ان في حاجه. فكان لي ضابط الله يكرمه حاليا ما اعرفش الله يكرمه ولا كده احيانا كنت عامل اتصال بيه قريب بس يعني بقى حوالي 5 سنين كان طلع عبد الحميد. فقال لي انت لابس جزم ملكي؟ لا ما ينفعش. قال لي الاسم بيادك البس بيادك خلاص الموضوع خلاص بين ايه؟ قال لي انا في حرب. قال لي انا في احساس في احساس اني في حرب. راح مطلع لي مغزى بداية من عند بدايه بجزم عنده يقول بس جزمته. كان قبل الحرب بالظبط كان كانت ده حوالي 19 دقيقة. قال لي عهد بالله لو استشهدت تروح تقعد في جنازتي ولو استشهدت اروح لك الوحدة. قلت له ماشي. توكلنا على الله الساعة 2 الا ربع شدت ورا على القناة
اتنين ساعة الصيف يركب القوارب. ركبنا القوارب لغريت وتكبير وتهليل، وطبعا انسى انك انت انك انك انت راجع تاني على الموقف اللي طبعا اشتغلت طبعا الحوزرات والدبابات وسلاح المهندسين في ستر اضطراب الضفة الشرقية. وخبرنا خدنا 45 دقيقة، توجهنا إلى الضفة الشرقية، لقينا مصغرات معدية على الضفة الشرقية، تعدينا على الضفة الشرقية، توجهنا كانت الساعة 4، خرجنا من القناة ومسكنا الضفة الشرقية في التحاب من الثغرات، كانت ثغرات في برتقيل بدأت تصحى، بدأ يتعاملوا معانا ويتعامل معاهم، حتى إن وصلنا إيه للساتر الترابي اللي هو خط برليف اللي هو يعني اللي هو الحصين. طبعا استعدادنا وعم استعداد كامل، بين نظام بين في حياة بين نقط محصنة وبين الخط برليف. ساتر الترابي عرض 15 متر، ارتفاع 4 متر وشوية، دبابات خلف الساتر، دبابات أو زرارات مدافعية، وحصل اشتباك. كان الساعة 6 المغرب، قعدنا من 6 المغرب ل 12 بالليل والمعركة شغالة والدبابات تدعك، وطبعا كل واحد في وادي، والحروب اشتغلت وتم تدمير اللي تم تدميره، واللي سابوه هربوا وسابوه داير، العربيات دباباتهم داير زي ما هي وسابوها وهربوا. وخرجنا دخلنا اتحملنا الخط برليف، كان بعد 12 بالليل، حصلنا على المعدات وعلى القوات اللي هم مصابين والأسرى وكانوا اللي هم موجودين والباقي هرب ومشي. وده كان موقف اللي هو حضرتك يعني كان أصعب مواقف عندنا اللي هي العبور والعبور الساتر الترابي. لا ما احنا هنا بقى عايزين لازم حضرتك تحكي لي شعور حضرتك وشعور كل الجنود في هذه اللحظة. بقول لحضرتك شعورنا كان فوق ما تصور من الفرح. خلاص انا عايز خشب، انا عايز اموت خلاص، ما فيش ما يعني. بقول لحضرتك انسي ان نصر حنفي له اولاد، انسي ان نصر حنفي له اب، انسي كله، انسي انا هموت امتى؟ لان الشهاده ما كان كلنا كنا نتمناها، لان شرف ما بعده شرف. ما يعني انسان ميت ميت، انا لما اموت شيء افضل. بنهني حضرتك وبنهني انفسنا بيكم كأبطال، وما زلتم أبطال وستظلوا أبطال في نظرنا وفي نظر الجميع. فآخر حاجة أقول لحضرتك عليها، إيه اللي حضرتك بتطلبه النهاردة من الرئيس السيسي بعد هذا الانتصار العظيم اللي حضرتك كنت من أول المشاركين فيه؟ أنا لي 3 مطالب. عايز مقر لمحاربي القدامى بمركز الداخل، موجود في الخارجة والداخل طبعا معلش ناسيينها في كل حاجة. انا لما بجتمع بالمحاربين القضاء يعني انا في ناس بقى لي النهارده 47 سنه و48 سنه ممكن ما شفتهمش. ليه انا بيبقاش في مقر ونوع زي ما زي دار مسنين؟ عملوا دار مسنين، هو دار مسنين اهم ولا المحاربين القدامى اهم؟ الناس اللي هم ضحوا بدمائهم وارواحهم من اجل الوطن. عادي بقى سيادتك حبيبي، انا لنا استراحات سكن في محافظه اسيوط والقاهره، انا بنزل باخد بتلقى العلاج، بروح هناك الفندق النهارده ب 200 جنيه و300 جنيه. طيب انا راجل على المعاش، هصرف على الفندق ولا اصرف على العلاج؟ فلا يود كان يبقى لي سكن لمحاربي القدامى، انزل في السكن اخذ اتلقى العلاج وارجع، مش هتفسح انا اروح اتلقى العلاج يبقى لي سكن في محافظه اسيوط او في محافظه القاهره، اروح الاقي سكن عشان خاطر ايه؟ اروح اتلقى علاجي وارجع. الحاجه التانيه المفروض يبقى انا للمحاربي القدامى كرمي هاد للمساعد، حتى في المواصلات اللي هي بننتقل منها الى المحافظة. بس معنا ومعكم الحاج عبد الرحمن عبد الله محمد عبد السلام من محافظة أدوان الجديد. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا وبركاته عليكم، شرفتونا بالمسار. أهلا بحضرتك. عبد الرحمن عبد الله محمد السلام، طبعا تاريخ التجنيد 10/6/64 لغاية 25/7/75. سلاح المدرعات، فرقة رابعة مدرعات اللي هو الثالث مدرع كتيبة 241 دبابات، سائق دبابة T55 معدل، سائق دبابة
دي 55 معدل. احنا طبعا ايه سيبك عن العود اللي طلعنا ورجعنا، لا نبدا من حرب اكتوبر على طول. اه ما احنا عايزين بس اهم الاحداث. يوم 4 يونيو جتني بقول ايه ان احنا نتحرك على مطار القطامية اللي في كده 4:30 القاهر يعني. حراس على مطار القطامية، حملنا الدبابات القصر الحربي، لان طبعا في الجفره مسافه كبيره قوي من الولايات ال 5 كيلو ده بس في الجبل بس. وجينا ايه مطار القطامية، نزلنا حوالنا العصر كده العصر، بقيتنا في مطار القطامية طبعا ايه راكبين دبابات جاهزين ليه؟ في مشروع على مستوى الجيش هيحضروا ايه؟ وزير الدفاع ورئيس اللي هو الاركان وكل ده ايه؟ يعني تدريب ايه المشروع يعني سوق الجيش. لغايه يوم 5 الساعة 1 الظهر جابوا لنا تعيين جاف. كنا صايمين المهم جه اللي قال لي ما نعرفش حاجة احنا ايه اللي حصل بالظبط ايه. ليه؟ كل الظباط كله راكبين دبابات ان في مشروع ايه؟ تدريب. الساعة 2 الا تلت بالظبط لقينا فوجئنا طيران جاي من عندنا ناحية داخل الشرق يعني. دي على مسافة يعني واطي خالص. سرب سرب ورا سرب يعني حاجة كتير قوي. وهي واطي ويطلع. ايه قال لي ده مشروع؟ الا في الساعة 2 كده وسمعنا ايه يقول لك ايه؟ جاءنا البيان رقم 1 ان ايه دباباتنا ايه؟ دبابات ايه المصرية دمرت ايه مطارات العدو. كان في الوقت ده السيد حسني مبارك كان قائد ايه؟ صراحة الطيران هو. كان القائد القوات الجوية. قعدنا ركبنا طبعا عرفنا ان الحرب خلاص دلوقتي. بدأت خلاص انتهت اه. قعدنا راكبين دبابات لما الساعة 2 بالليل. واحنا راكبين دبابات وقال لك اتجنى امر بالتحرك طبعا ايه ما فيش ممنوع الاضاءه ليلا نهائي بالمره ما فيش الا ايه الاشعه تحت الحمراء جهاز كده بالدبابة طبعا يعني اسمه جهاز الاشعه الحمراء ده بيشوف قدامه ايه واسطوبات في الدبابات في الخلف كده صغيره صفره كده ولازم طبعا كله باللاسلكي قائد الدبابه طبعا الحكمدار والسائق والمعمر اللي هو عمر طرقات والمؤلي والمدفعجي اللي ايه ينشن كل ده ايه كلنا ايه طبعا دباب محمله طبعا ذخائر طبعا ومن كله اتحركنا الساعه 2 بالليل وصلنا الساعه 6 الصبح على خط برليف على خط برليف طبعا كان في الوقت ده ايه صواريخ تضرب والهاونات وكنا حتى مسمين بيقول لك ايه حاجه بيقول له ابو جاموس كانوا مسمين ايه الهاون ده كبير ده يقول لك ايه يقول له ابو جاموس كان لما يضرب كده ايه نسمع ايه يهز الدنيا تهز كده 25 رطل والدخان دي هو ده كان دوت الظهر كده اهو اكنها المغرب كده ايه من الدخان والطيران يضرب والصواريخ ايه اكنها الليل اكنها الليل علينا قعدنا ايه لما دخلنا ست ايه جاتنا الامر على فين العصر كده كان قائد اللي هو قال لي ده في مهمه احنا طالعين مهمه انتحاريه اللي هو التالت مره مهمه انتحاريه فين؟ قال لك ده الضغط زاد على سوريا، سوريا طبعا جولان هي جولان شرقية. وايه وتطلع ايه مهمة انتحارية. طبعا في بعض الناس والظباط كله كاش خايف يعني ايه مهمة انتحارية. المهم القائد الوحدة قال لك تجهز الدبابات كله يجهز واللي مش هيجهز وده ايه انا معايا اوامر اضرب بالنار. انا شوف ايه ماسكة طبعا كده اهو انا معايا تعليمات اللي ما جهزش نفسه انا ايه؟ عم اضرب بالنار. جهزنا دباباتنا طبعا واللي مول الدباب واللي جهزنا نفسنا ايه؟ وتحركنا فين؟ الكلام ده كان عصر اتحركنا 6 الصبح على فين؟ على دخلنا عدينا القناه اتحصرنا في حته اسمها ايه؟ الصحن. الصحن دي يعني ايه؟ جبال رمال عاليه وهي ايه؟ حته واطيه بيسموها الصحن. دخلنا في الصحن ده ايه؟ العدو فوق مننا يضرب الثوران يضرب يرش عين رش كده فوق كده اهو بتاع العدو والصواريخ على الايه ماسك اللي فوق ايه تضرب عين ايه اللي هو الصواريخ على الدبابات طبعا الارض رمل والدباب المخزن لو كده الزنزير يغرس في الرمل ارض صعبه يقول لك ايه الطيران يضرب عين ايه يقول لك انتشر نسيب الدباب ايه ونرجع ايه في الارض نفحك بايدينا كده في الرمل كده ايه ونقص كده في الرمل كده والطيران يضرب علينا اركب الدبابات نركب الدبابات انتشر على يعني طول الصواريخ شغال ايه واللي كله فوق فوق من الطيران ده لغايه 9 ايه دخلنا 15 كيلو جوه السينا جوه 15 كيلو كان 9 الصبح بس لقينا الوضع اختلف
لقينا الوش في التليفون في الاذاعه في اللاسلكي. اديني وش والدنيا اتغيرت ايه؟ قال لك رئيس العمليه استشهد. رئيس العمليات اللي هو متولى كل رئيس العمليات قال لي استشهد. نعمل زي ان جاتنا الاوامر ايه؟ نقدر نخالف. عشان نعيد ايه؟ ترجع. عشان نعيد نفسنا من الدبابات اغلب الدبابات ضربت خلاص دمرت. الصاروخ كان يجي يجي في الدبابه يعمل اول ما الدبابه تفجر نفسها بنفسها لما ينزل الصاروخ. طبعا الدبابه فيها سولار اربع تنقيط سرعه من الجناب كده سولار وطلقات جوه وهي قنابل يدويه كل ده ايه لما يجي الصاروخ في الدبابه هي نفسها تفجر نفسها بنفسها عباره عن شعله ايه تطلع شعله نار كده ايه اللي لو اجل عليه عمره يطلع اللي العمر يطلع كنا على ما احنا نحسب للمده مع ما فيش ما فيهاش مفر عن الموت. الصاروخ ينزل او يعمل او حفره او زي الاوض دي يبقى مثلا ال 10 دي الاثنين ما فيش الناس ما فيش احنا خلاص بس فقدنا عاد ايه ما كانش يقول لا بيقول لا حد يعني هيرجع تاني ولا ما فيش الكلام ده موضوع منتهي خالص بس في عند نقول ايه الله اكبر الله اكبر كله عسكري في اللي يقول ايه الله اكبر يطلع الدباب ينزل يقول ايه الله اكبر كده الله اكبر دي ايه على لساننا على طول الله اكبر الله اكبر. المهم لغايه كده الكربار الخلف رجعنا الخلف فين في حاجه اسمها ايه في الكيلو الصغر اسمها كيلو 101 101 دي اللي هي يعني شر كيلو 101 صارت 101 رجعنا استعدنا ايه فين؟ استعدنا رحنا ايه لوادي حوف نزلنا عشان دلوقتي اللي ضربت نزلنا وادي حوف ايه اللي هو في حلوان مخازن تحت الارض في الدبابات دي طبعا مخازن تحت الارض ما نزلنا جبنا دبابات جديد تاني بدل ضربت ايه وحملنا القطر وادي الحرب وجينا ايه جينا تاني جينا على الثغره دي الثغره دي يعني بيني وبين العدو كيلو بس كيلو ده ايه بيني وبينهم ايه يعني حقل الغام من عند تبعنا وقوات كتيبه صاعقه قدام بيننا وبين العدو حقل الغام ده كان معانا اللواء سعد الدين الشاذلي الله يرحمه وتوفى سعد الدين الشاذلي بس توش في الحرب يعني كان قائد قوات الصاعقه في الوقت ده كان قائد قوات الصاعقه اسروا مننا ايه عسكري مصري في الوقت ده خدوهم مننا جاء قائد سعد الدين شد ايه؟ جاء عنده وقال لهم اسمعوا كل القوات الموجوده وقال له بتوع الصاعقه لو ما جبتلوش وجبت له واحد مكان اللي اتاثر ده حبيتكم اباده بين ماسكه الطيران كده اهو وقفوا مضربوا حبيتكم واحد واحد والله عمل لهم كده حبيتكم واحد واحد اباده لو ما جبتلوش مكان ما فيش تاني يوم جاء ايه جابوا ضابط اسرائيلي لمؤاخذه النصف الاخير ما فيش ده ما فيش خالص جايبين بس النص ده اهو بالجاكيت والكاب لابس الكاب والروتب برضه على ايه؟ قال له اتفضل ده بدال الراجل بتاعنا. قعدنا شهر في المنطقه دي كان فيها حصل الهدنه بقى احنا في الوقت اللي بعد ايه ما كناش بقول لك انا افكر في حاجه قلت رجعنا على فين؟ رحنا الاسماعيليه. رجعنا الاسماعيليه خدنا شهر في الاسماعيليه في شارع حته شارع ال 40 كان عاد حصل الهدنه اللي هي ايه؟ اتدمر من عندنا حوالي 23 دبابه. دول من الصواريخ لان العدو بيقول لك ماسك الاليو واحنا اتحصرنا في حته الصحن دي وناس كتير راحت منها طبعا من دول حتى كان له اسمه عادل النهري كل اللي معاه رجوع للخلف هو ما رضيش الطقم بتاعه ما رضيش يرجع. متشابك مع العدو وعزت على نفسه انه يرجع. قعد يضرب لما اتضرب والطقم بتاعه كمان. يعني قال انا مش حاسس مش هنكلم لاخر لحظه. واحنا طبعا اللي هو التالت طبعا الدبابات كلها يعني الثلاث كتايب خرح انتهوا فرجعنا للخلف وهو راح والطقم بتاعه دبابته والطقم بتاعه ايه؟ بس قعد لاخر لحظه ما يعني ما رجعش. رجعنا رحنا طبعا قعدنا هنا في مع العدو مع في الهدنه دي وبعد رحنا على الاسماعيليه خدنا يجي شهر بقول لك هناك بالشارع ال 40 في الاسماعيليه برضه متمركزين بالعدو بتاعنا لما جينا فين؟ لما جينا رجعنا في 75 يوم النصر مثلا عندكم في لندن ايه شعور حضرتك وشعور اللي جنبك؟ يوم النصر ما هو اللي خلانا صراحه كده لان من اللي شفناه يعني صراحه اللي شفناه ما كانش عندنا ان امل ان ننتصر عن اللي اصلا من اللي شفناه ده ايه والضرب اللي شفناه واللي كان بيقول لك الصاروخ ينزل يرفع حفره كده ايه ويبقوا مثلا 20 عسكري من اثنين ثلاثه اللي قاعدين والدباب اللي اتفجر اغلب بعد شعله نار كده اهو ما كانش عندنا يعني الفرحه دي كانت على ايه؟ ان ما كانش ان هيحصل اللي شفناه ده لان كنا بنحسب للموت
كل ساعة وكل دقيقة. ما فكرناش في حياتي ان هنرجع ولا عندنا عيال ولا ما فيش بولة. فلما طبعا انتصرنا لا فكان عد يعني فرحة ما لهاش. لكل يعني بصفة عامة كلكم كنتوا مع بعض او المجموعة بتاعتك كلها كم واحد فقدتهم من اقرب الناس اللي كانوا معاك؟ اقرب ناس اللي هو الحاج ناصر اللي هو الشهيد مصطفى كان معي في الدباب اللي يعني انا كان بينا يعني هو كتيب 42 وانا 41 يعني كنا مع بعض على طول يعني طبعا ليه وتحرك كنا مع بعض. هو ده شفته اصلا ما فقد؟ لا ما انا شفتوش. ما هو في دبابة في 42 وانا في 41 كل واحد فيه كان معاه ايه يعني لغايه دلوقتي يمكن اللي كان معاه فعلا في الدبابة فعلا بتعرف الدكتور عبد المنعم بتاع الاطفال لا اخ اسمه سيد كان معايا انا في معانا برضه سيد كان مع مصطفى في الدبابه. تاني يوم لما استشهد مصطفى جاء سيد بيقول لي بيبكي مالك يا سيد في ايه؟ قال لي عبد الرحمن مش مصطفى استشهد كان معاه في الدبابه وسيد كان معمر متفاجئ يعني ودوك معمر عمر مصطفى. قال لي دوس شوف دبابة، قال لي الدبابة جتها صاروخ اتدمرت وهو ما ايه؟ احنا طلعنا وهو ما ايه؟ دي ما تروحش يطلع الدبابة ايه؟ لما طبعا البرج الحكم دور فوق السواق قدام المدفعجي اللي هو بيعمر طلقات ده فوق تاني في البرج المعمر دي تحت اللي جوه شويه. قلت له لما الدبابة تفجر ما لحقش ايه؟ قال لي اجري ما لحقش المهم انا اجري ما لحقش يطلع. وقال لي ده المستشفى طبعا الفرد ده كان اصعب لحظه في الوقت ده. ومستعدين رقم السن بتاعنا ده ومستعدين برضه نفد مصر لغايه اخر لحظه. ربنا يديك والله لغايه اخر لحظه نفد مصر برضه. احنا بنشكر حضرتك. انا اخذت ال 11 سنه انا كنت بنزل والله يعني عندي عايش الدكتور ايمن واشرف وايمن اللي كانوا اتربوا انا ما شفتهمش. والله مره نزلت بالليل 8 بالليل دخلت البيت كانوا هم ناموا. الصبح 8 الصبح كنت على الطريق تاني ايه؟ على السفر. ما شفتهمش بقول لك. يعني اتربوا لما كبروا ما شفتهمش. 11 سنه ولادك طبعا لا شفتهم ولا اتعاملت معاهم في خلال الفتره دي. انا اتجننت رحت خرجت من البيت رجعت بعد 9 شهور ما اعرفش عني حاجه. انا اتجننت انا والاستاذ ابو عبد المنعم اللي هو اخو الصهر بتاع ده اتجننا مع بعض احنا الاثنين. طلعت من البيت اتفرز اول فرز رجعت بعد 9 شهور ما اعرفش عني حاجه. 9 شهور لما دخلت البيت تاني ما اعرفش عني يعني ولا كانت الجوابات ولا كان ما فيش ولا 9 شهور. ولغايه دلوقتي برضو يعني الذكريات دي بتخلي الواحد ايه بتديه يعني حماس ايه؟ دفع حماس كتير. اه والله يعني والله لغايه دلوقتي الواحد من ايه؟ ولذلك شوف يعني ما نسيش دلوقتي لا تاريخ التجنيد انا ما نسيته. ما دي حاجه انت بتفتخر بيها قدام كل يعني قدام اي حد كل حاجه. رقم الدبابه ما نسيش لغايه دلوقتي. رقم السلاح بتاعي برضو الشخص ما نسيش لغايه دلوقتي. كل حاجه ايه ذكريات الحقيقه دي ما تنسيش. وبرضو نقول لاخر لحظه بان كل نرفع علم مصر برضو يقول مصر الفخر بتاعنا ان احنا ايه نسمع بس ايه ان مصر ايه هتفضل مصر بخير ان شاء الله. ان شاء الله ده بيكم إن شاء الله. طبعا انتوا اللي وصلتوا بيكم انتم برضو ان شاء الله. ونطلب من الجيل ان احنا ايه يقعد على نفس العهد ويحافظ على بلدنا ان احنا ايه ما لناش الا نعيش ببلدنا يعني ان شاء الله. بنشكر حضرتك جدا وبنشكركم جميعا. ربنا يوفقكم ونشكركم على الزياره دي ويربنا الصحه ان شاء الله ويقدرنا ان احنا نلبي دعواتكم باذن الله. يا ريت ان شاء الله عشان اشوفكم برضو على الاقل ان شاء الله. كل سنه هنحتفل بيكم واحنا المفروض نحتفل بيكم كل يوم مش كل سنه. الله يسلمك. ربنا يكرمك. شرفتونا.